احنا اهلكم لا تخافون اهلكم والله اهلكم لا تخافون لا تخافون عمو لا تخافون يلا لا تخاف تعال لا تخافون اش احكي لك عشان انت احسن شيء ضلنا ساكتين احسن قررنا الذهاب الى مدينة حمام العليل الواقعة إلى جنوب مدينة الموصل العراقية والتي وقعت تحت سيطرة عصابات داعش عام 2014 وبعد سماعنا تحريرها قررنا أن نكون شاهد عيان على قصص الأهالي هناك لم يكن في بالي كتابة سيناريو لهذا الفيلم وقررت أن أكسر قواعد اللغة السينمائية التي تعلمتها أكاديمياً عندما وصلنا إلى مدينة القيارة استقبلتنا سحب دخانية كثيفة وعند الاقتراب منها فوجئنا بأنها آبار نفطية قد تم حرقها من قبل داعش قبل هروبهم نحو مدينة الموصل والرقة السورية سحب الدخان تغطي منطقة القيارة والنيران تلتهم آبار النفط التي أحرقها داعش تاركاً المدينة يرفها غبار الدخان جهزت أكثر شيء على شركة نفط الشمال اللي هي هسه حاليا قاعد تشتغل بي فهسه حاليا النقص صار عندها بالمعدات فداي يطلبون معدات حتى تجي إن شاء الله هاليومين إن شاء الله نكمل البيع هذا من خرج هاي الآبار؟ داعش الإرهابي هاي عند انسحابهم منها جماعة اللي خربون هم جايين تخريب فجروا وضعوا عبوات وتفجير واكو حتى لا تشوف هاي شجرة الميلاد سووها رأس البير هاي نتيجة التفجير اصلا مشلوعة يعني وذين البير من يكون مو بس حريق بيه تفجير ضررت كل اجزائه فاحنا راح طبعا صعب من عملنا يعني لازم نبتكر احنا آليات جديدة للوصول اما لان شكل الكسورات الموجودة مو نظامية والله هذه مخلفات داعش حريق وبيوتنا تدمرت واحنا تدمرنا هذا اللي صار يعني زين شو صار هذا الضرر قبل ايش قد من انسحاب داعش من المنطقه هي قبل ما انسحب بيوم فجر الابار Thank you.
تجولنا في المدينة، الحياة مستقرة، العلم العراقي يرفرف في كل مكان. مارست عصابات داعش بحق المدنيين أساليب عديدة من التعذيب وبطرق مبتكرة يندى لها جبين الإنسانية. حرقونا البيار، لازم تطول لحيتك وتقصر الجامع، وما والجقاير حرام والدخن حلال. ومن حرقهن أصلاً يعني؟ داعش. داعش حرق آبار النفط؟ إيه. ليش؟ تخريب خير. مطار جير. مو مطر، مطر جير أول مرة شوفاني. آه مطر جير جاء تمطر قبل لا تحرير القيارة، وصار التحرير وحرقان وراحوا انهزموا. سبعة بيار. إيش قد غازي وإيش قد نفطي؟ ها كله هذا النفط. إيه لو ما جو الدواعي كان الثاني بأول متوسط. جدام يذبح بس عالم يعني. إيه جدام ورقعون بس وخلوهم ملقوحين. أطفال شاكلين والله. أطفال أطفال عمره 5 سنين. هي أنا من منطقة خطيحة شنو فوق السطح. قتل، أخذ بيوت العالم، يعني عدم من هاي المنطقة كثير ضباط منتسبين شيوخ عشائر كثير عدم من هاي المنطقة. لا حد يقدر يحكي لو ما يعني ما القوات الأمنية تجينا هنا وحررونا والحمد لله والشكر أمان فول. قتلوا ناس كثيرة وقتلوا من الناس من العوائل. ذبحوا وقتلوا وقتلوا وسلبوا ونهبوا وباقوا الزيديات وينفترون بين على المضافات. دمروا بيوت العالم، دمرونا دمار. ما عنده شيء يجون ياخذونه. ليش ياخذونه؟ ما على مود جقاير، على مود جقاير. والعنده موبايل يعدون. لا ما هم عندهم يعني عندهم هنا هم يجيبون على القاده مالتهم يفترون على المضافات. يجابوا الزيديات يفترون بين على المضافات. اذا تبيع جقاير ياخذك على حسبي. ياخذ منك فلوس ويطلع. الزلم يسوقونه على الجوامع والنسوان يسوقونه على المخابز. على المخابز يسوقونه، هذه ملابسه خمار يودونه خطين يجلدونه. زلمة ما شو اسمه يدخن يجون يقتلونه. هاي هي الشفه ما شاء الله جير هالشفه. ها لابسين هذا يرجعنا على على قطي الروس من الجير. ها انت شو كامرتك وشيتك كلها صارت جير. من هزمنا ده نقول نسوان العضاضات يعني هاي اللي لابس السنون بلاتين يعض النسوان. هذا الناس اسم النسوان الدواعش. لان حال حال الذجري هسه عن هاي البيوت كلها تضررت من وراه. عم بذولا ناس كفره، هذولا مو اسلام، ذولا كفار. جابهم علينا ذولا ما نريدهم. نلاحقهم وين ما يروحون نلاحقهم. زين شلون انتوا عايشين وياهم؟ تمشون بالشارع تدرسون؟ عايشين ضيعين ضيعين. هجمت بيوتنا السعوديه، السعوديه هجمت بيوتنا. لا حد يقول لك هاي صارج من كانت تطلع تتحمل هاي من الابار من يتحمل هاي يطلع اللي يبيع على سوريا ويبيع على تركيا. عند مغادرتنا مدينة القيارة متجهين نحو ناحية الشورى صادفنا رجلا وامرأة يسيران على أقدامهما وما كان علينا إلا نقلهم معنا. منطقة صحراوية يعني الدواعش شفتوهم؟ جو هجراني. إيش هجراني؟ من هو؟ هم جو هجراني قالوا تطلعون من هنا. دواعش؟ بلغونا قالوا الكل تطلع الكل طلعت. ناحية الشورى بعد ناحية القيارة ب15 كيلومتر باتجاه مدينة الموصل. ورا
الحين وصلكم؟ عصفيه. وين وصلكم؟ عصفيه والله عصفيه. وين بالطريق يعني؟ ايه بطريقه بطريقه. الله يحفظكم ويحفظكم ان شاء الله. وجو احنا شي بلغوكم لما يوصل الجيش الحشد المكاشف؟ يقولون احنا اخير تهجيره. اخير تهجيره كنا بالحمام بهاي المنطقه، ما ادري شو يسموها، الحاوي. كنا طلعونا على قبر العبد. على قبر العبد. ايه يقولون تروحون ويانا والمطارات. هم شلون عبروا؟ هم انهزموا معانا، انهزموا معانا وعافونا وراحوا، والدنيا صارت ظلمه. ويا صارت المغرب ضربنا الصواريخ، يعني صار فينا عمل ما صار، شتتنا كل عيلة، صارت كل الله فتنا بمكانات. يعني الحيوان تكرمون ما يفوت بيه. الزلم يضربون السلاح وطلعونا من البيت يصادرون بيته. ليش؟ والله يكون عنده جداره يقتلون. هاي عمي كم مرة انجلد؟ ليش انجلد؟ على مو الجقارة يمردوها ويجلدونه. يا أكل متنا من الجوع. متوا من الجوع؟ متى من الجوع؟ والله صارنا أربع أيام إحنا بلا أكل. الله عليك. تهجيرة تهجيرة، كل شيء ما يوزعون، لازم ياخذون البطاقة التموينية وينطون كيلة وتمن بس واحد. هاي المدارس ماكو. مدارس ماكو؟ ماكو، إحنا ما مدارس. مناهج انطوهم مناهج. البنات اللي تروح، البنات اللي تروح ياخذونها مجاهدة لهم. مجاهدة وين؟ يراخذونها على هاي التدريب. شلون كان لبسهم؟ زيهم؟ زيهم قندهاري. وتعال قصة دشداشة، شايب زلمة كبير قصونا دشداشة فوق نزعوا الدشداشة وقصوها ومات من القهر. انتوا كنتوا تتمنون التحرير؟ ما حلم والله، حلم حلم حلم. احنا قطعنا نفسنا اصلا، ما مصدقين. يعني عيد وازيد من العيد، فرحة. جو لقوا عيد حرمة الموبايل، جو خذوها ثاني يوم ذبحوها. لحد الان ما نعرف عنها شيء. العالم اكو بعضها يقولون لا والله الحشد ايش ما يجي، الحشد هو اللي يدمرهم وخافون منه. هم الدواعش يخافون من الحشد. يخافون من هو؟ الدواعش يخافون من الحشد. الحمد لله على سلامتكم ان شاء الله. الله يسلمك. دعاء للحشد ان شاء الله يحرر مصر ان شاء الله. ان شاء الله منصورين. منصورين الله يحفظكم ان شاء الله. توصلوا بس الله يرحم والديكم ان شاء الله. ربي ينصركم ينصركم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله منصورين يا رب. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك ان شاء الله. الله يرفع عليكم ورجعكم ان شاء الله الحوالي. اي والله دعاكم دعاكم منه دعاكم. الله يحرسكم ان شاء الله في امان الله. بس لحظه حجي، الحمد لله على سلامتكم. هاي جايتكم منين حج؟ جايتكم حج، هاي جامتك مكسوره. هاي هم كسروها. منو كسر جامتك حجي؟ الدواعش. اكو غير دواعش. ليش كسروها حجي؟ كسروها. يقول ليش ما تجون ويانا؟ وين تجون؟ وين نروح وياهم؟ ايه على الموصل. جابونا درع بشريه من قتلوا الناصر، جابونا. صار لنا 20 يوم يانا حاصريننا. محصورين شفتوا حجي؟ 20 يوم صار لنا يانا من دواعش. اي بلا اكل بلا موته، حم خذيت بالمستراتي. زين هم سوين راحوا على الرقة؟ ولا والله لا يشوفنا اياهم. الرقة على جهنم، الى جهنم وبئس المصير. الحشد شلون ياكم حرقوا؟ الحشد حيل يعني والله، شقاير واكل ودلال وسيارات جابونا طلعونا، احنا ما نبي حد طلع عوائلنا. وبارك الله بك وبيهم. حرروا عوائل ان شاء الله الحشد. حرر بالمئات بالمئات. كل العوائل حرروا. كلها حرروها وجابوا سيارات ونقلونا والى قرانا ودونا. والله يستر علينا وعليكم. الله يستر علينا وعليكم وعلى الجميع. تعال يمي، تعال خلنا نسولف وياك. عمو الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. ان شاء الله الحمد لله. هسه احنا بيا منطقه بالصلاحيه، بقريه الصلاحيه بحمام علي. الدواعش ما اذوكم؟ دواعش اي والله اذونا حيل والله. شتلو من اخذونا شردونا. الناس فطست من الجوع. هذا على مود لحيتو. على مود لحيتو الازار لازم. اي وبعد دراستكم شلون كانت دراستكم؟ ماكو دراسة. ماكو دراسة. تأسست يدرسون عبوة زائد عبوة شكال. شو درسوكم؟ عبوة زائد عبوة شو تصير؟
الحمد لله على سلامتكم. شلونكم عمي؟ ان شاء الله مرتاحين. والله الحمد لله. خلصتوا ان شاء الله من دواعش؟ خلصنا من البلد. يعني ترى سنتين هواي. سنتين هواي عوانة فركتت. انا جيت 24 على 24 نفت رجع الستة. روح شوف الكلية ايش قاعد عدموا بيها منتسبين بهذا الفترة منو عدم؟ داعش. عدم. المنتسبين ايش قد شش ولا جريتي ما ظل بيها ولا منتسب. خطيه هذا اخوه بس وهالواحد اخذوه هم يعني. خذوه؟ اي والله ما نعرف عنه شيء. ليش قد بالله؟ لا سنتين وثلاث اشهر عقيد بالاتحادية. اخذوا بيته واخذوا سيارته. منو اخذ داعش؟ اكو غير داعش. تقريبا بالخمسين يعني. اي بس يقولون اكو مناطق اخرى يعني قريبه هناك. اكو بعد جوا اكو ناس وهناك كثير اكو يعني بالعريج اكو وعندك الخفسه مليانه بالالافات. مارس داعش بحق المدنيين الذين لم ينضوا تحت رايتهم عنفا يندى له جبين الانسانيه، فالذي ينتفض على ممارساتهم يعاقب بالقتل في ميدان الرمي في كلية الزراعة بحمام العليل. 400 مع عدد أسعد الماء مدفونين 50 بس الجو الأنقاذ 400. والله جاي أبحث عن قرايبي وأصدقائي. كلهم منتسبين وأكو منهم لا مو منتسبين بس انتبهوا عليهم. شفت لو من عندهم قادة كبار. قسم طلاب، قسم شرطة، قسم جيش. طلاب؟ زين شنو السبب ليش؟ يعني حسب معلوماتك يعني شنو؟ يعني الأخو طالع خارج المناطق اللي هم مسيطرين عليها. إيه؟ فبدأوا بإعدام أخوه. بالليل يقتلونهم. أها. يجمعون. يسمعون الطلقات. إيه طلقات نارية نسمعها. والصبح جينا وإنهم مشتولين هنا. ما شفتم أي واحد مثلاً داخل سيارة مسجونين قبل أن تقبلهم يعني بالحمام عليهم. يجون بالليل ومخلين مظلل على السيارة. حتى ما حد يشوف من شتلوه منه ويشدون عيونهم ويمشون بالليل بالعشرة بالإحداعش. أنت تخاف تطلع شكلك بالكاميرا؟ اللي أنا أهلي بعد ما قسم ما متحررين اللي قسم أخذوهم كدروع بشرية يتفاخرون يقولون إحنا اللي نعد ما نلقى حبل خفسة. لم نكن نحن الوحيدين الذين نبحث عن الحقيقة ونقلها، فها هي الصحافة العالمية موجودة أيضا. I think that now the world have to somehow like sum up, summarize all the جهود. How do you say جهود? All the efforts just to like finish this problem because it's the first mass grave I saw in my life and I don't think that like people did it really. Like we came all the way through from Russia, and Russia is like fighting in Syria right now. So, and I think that we should like just yeah, just yeah. So and I just don't know what to say really about that. Yeah, and if you say that there are more than 400 people there, so I think that like, the things that we're doing right now, it's right. ان شاء الله من هالمنطقه حجينا. انا من صلاحية. اي من المنطقه؟ من هالمنطقه. موفقين ان شاء الله. الجميع والله ينصركم ويجيبكم وخلصتونا والله وانقذتونا والله دمرونا والله هلكونا نعلو ابو ابونا دحق عليها دحق يسوي دحق عجل يحاول الله عليك. هاي بيوتنا دحق عليها فلشوها. هاي والله دحق. هاي كلها بيوتنا فلشوها دواعش. كلها دواعش فلشوها دحق المفخخات. الله يقبل محمد. الله لا ينطيهم. الله لا يوفقهم. اللهم يا رب ينصركم ويعافيكم مثل ما خلصتوا. شلون كان عاملوكم على اللحية والدواعش؟ والله عمي ما دمرونا. والله 500,000 غرامة. على شنو؟ على اللحية. من يزينها؟ على الجقارة 40 جلدة 50 جلدة وعلى دجاجتك يزارك. هذا شرطي يوقع بيته، هذا جندي يوقع بيته. أربعة وابن عمي خمسة وابن أختي.
ثلاثة ثمان منزلم والله ما طلعوا شرطة كلهم شرطة. من أخذهم؟ أخذهم من دواعش بالله ثمانية. خذوهم والله خذوهم يوم بس تعال خذوهم لحد ما نعرف شحال الدار بيهم والله. يا هذا مجرم هذا هذا مجرم. هذا بيت داعش جاي يحترق؟ إيه والله داعش بيت داعش. شان يسوي لنا هذا الداعشي؟ شان يسوي إشكال هذا الداعشي؟ إشكال شان يسوي الداعشي؟ هذا بيت بارق. يا هو بارق. بارق عبد الله الجاسم طق انتحاري ب 2007 وهذا بيت ابوه نفس الفيلم. يعني بيت دواعش ذولا؟ اربعه هم يعني هم ثلاث ولد وابوهم. اي ثلاثتهم انقتلوا اثنين انتحاريه وواحد انقتل وابوهم هسه مهزوم. زين؟ هذا بيت داعش وهذا بيت ابوه. هاي المنطقة واحنا وين هسه؟ هذه منطقة صلاحية حمام العليل. هاي طبعا هاي المنطقة كلها كانت منتسبين. يعني مزروع بنصنا. زين؟ فشي يصير ما يصير المعلومات كلها تصل من جو قبل مباشرة جو على هاي الحارة. هاي المنطقة أمام فوتشر. يعني الدواعش ينزلون جوا هنا ما يقدرون يصلوا. وهسه شو يسوون هنا هسه؟ هاي المحلات ماله اللي التموين مالهم. اخوتي اثنين راحوا. وهذا ايش يسوي؟ هذا ابوه واخوه. ايه. بيوت اثنين فجروها. ايه. انا اشتروا اخوتي اثنين همين للمعلومات. ابويا ما اعرف وينه. وخذوا عمي نفس الفيلم. والعائله كلها مهجره. صديقي اشوفك محترق قلبك. والله شتلوا ابويا واخويا وفجروا بيوتي، شلون مو محترق قلبي؟ اشوفك تتعاملوا هي ايش في هذا بالمحل؟ هذا داعشي قطعه وجريا. سبايا يزيديات أربعة خمسة عندهم واحد هذا أخوه اغتصبها طفلة ألا ماتت قطعة وجرية قطع فجروا بيوتنا نهبوا غراضة أبويا أخويا شتله هذا جاي فرق قلبي ما كان جاي للدنيا البارحة جيت حتى ما يعرفني زين سميته أسد هذا ما شاء الله يجون على أهل يقولون هذا اسمه أسد يدورون ورا عائلة كلها دواعش أربعة واحد منهم أمير يعني إذا أقول لك مساعد البغدادي قليلا يمكن ذبح ما ذبح من المدنيين قتل ما قتل من المنتسبين سبايا زيديات يعني ماكو شغلة ما اشتغلها في سبيل ينتقم حج الله يساعدك أشوفك تنقل بالعوال أخويا عدهم بس حمالتي عدمن عد داعش وما تريد تطلع لنا أخوك عد داعش مو أنت جاي تزود عمل خير جاي تنقل بالعوال أنت موفق ان شاء الله ان شاء الله الامان لا تخاف ان شاء الله امان شلون هذه رايات الدواعش وضعيتكم ان شاء الله زينه والله وضعيتنا زينه بس اخذوا ولدنا راحوا من اخذ ولدنا رسيبي واخويا ثلاثه من اخذه اخذوهم جماعه الدواعش الدواعش خذوهم؟ اي قبل هذا كم يوم اخذوهم راحوا خذوهم ليش؟ خذوهم والله عملهم شرطه يا حمد لله على السلامه ان شاء الله تحررتوا الحمد لله موفقين ان شاء الله في الطريق عوائل نازحة كثيرة هاربة من منطقة حمام العليل التي تقع بعد ناحية الشورى. شنو وضعيتكم؟ انتوا وين كنتوا؟ والله بالحمام كنا. اي؟ اي والله هجرونا من الرصيف على الحمام. منو هجركم؟ والله الدواعش. الدواعش كلهم راحوا؟ انشتلوا نصهم. واثنين هناك جثة. حاسبون على اللحية. حاسبون يعني ضلينا ثلاث ايام ما نقدر نطلع من البيت يضربون تمام هاي حلق لحيه 50000 شلون دراستكم عمو كانت هناك دراستك شلون والله ما هذا انا حد اي اي والله ما دراستهم مو شيء والما يدروا ما يجي على الصف قامه 75000 والله يا با ماكو معامله زينه والله رجلونا فطشونا حالك كلاب مثل كلاب
تدري ايش يقول؟ يقول اللي يريد ارض الاسلام خليه يلحقنا عرب، واللي يريد ارض الكفار يضل هنا. لولا ما تجونا والله لا يودونا. يودوكم وين؟ ما عندهم مانع يحفونا. يريدون ما يخلونا دروع بشريه. شقوم شقوم دول الدواعش الجلد يحفرون أفرقا. سووا مجازر عندنا هنا بالحمام. أي من هاي المناطق القرى كلها والدعمنا وقرابتنا كلها سووا بيها مجازر. إيه هذا داعش الله لا يجيب إن شاء الله. الدواعش يهود كفرة، لولا إسلام ما يأخذون الشباب ويسوون بيها مجازر. والنساء النساء إيش سووا بيها؟ سلامتك. الله يسلمك. هاي من جيتك؟ هاي من جيتك؟ والله جيتي من السوق جوا. من داخل يم المسبح يم حمام العليل. ايه. كنا دروع بشرية والله هنا بداخل السوق. مال حمام العليل. الدواعش والله خذونا دروع بشرية. سووكم دروع بشرية؟ اي والله احنا وعوائلنا واطفالنا دروع بشرية والله سوونا. حررتنا القوات الجيش العراقي الباسل وقوات الحشد والجيش العراقي وقوات الحشد. وفرقة 15 قيادة عمليات نينة ومشكورين مشكورين ومشكورين كل اللي 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 حررونا وخلصونا اليوم سنتين ونص ضيم وقهر وسووا بينا كل شيء. تعال لحيتك دشداشتك وعوفك من لحيتك ودشداشتك. العالم كلها منتسبين اللي مسجل مقدم فايل اكو عالم عدموها واحنا العالم خاتل هنا جوا. انا واحد من الناس خاتل جوا قنف مرة افوت بالتبريد التكييف ما داخل المنزل افوت اتقبى به من الدواعش سووا بينا شيء ما صار. انت منين اخوي؟ من سنجار حبيبي. ان شاء الله من تسيرين ابعون الله. هاي الفلكة، هاي الفلكة فلكة الشهداء. شاهدين يعني كل الإعدامات يعني. وين بهاي الفلكة هاي؟ الإعدام يعني الذبح. من يعدمون هنا؟ عمي. شو اسمه؟ عمو هاني. يعدمون الشرطة المنتسبين. هل عنده ابن ملهزم؟ يعني الذبح هي أنا. لا يذبحون؟ إلا بهاي إلا هذه. عبني طلع شرطة. إيه؟ ايوه عاد قضبه يهزم منتسبين يطلع عالم على الخارج عن المنطقه. يعني يهربهم من داعش؟ يهربهم. وشون سيطروا عليه؟ كمين قاومهم وقتل منهم يمكن 7-8 قتل 5 منهم وهو ميت يضربونه. هو ميت الضرب الميت حرام. شدوا يشمر بحلقه وعلقوه يعني. ولد اسمه هاني جمعه حجية. الله يساعدك. شلون شمه؟ تعيم الله يخليك. ها تعيمي. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. يمي تعي الله يخليك. الله يعافيك. انتم الحمد لله على سلامتكم خلصتونا من الدواعش الكفار. والله اليوم احنا 3-4 أيام معيدين من الله جابكم علينا يا وليدي. جيت الخير ان شاء الله. هلبي. الله يحافظ عماركم. ما تعرفني انا؟ ما عرفتك حجية. انا مو الشهيد ام هاني. ابني بالليل عبرهم على الكرام بخير عبرتهم. اخو شرطي جلتي يقتلون وبدي شباب وهزموا ابن اخته شرطي وقاموا يدوروا ابني هم ما اخذ حذر منهم. عنده فشق وعنده رشاشه بالحويجه وطلعوا على ابني مفرستين من قادي ومن هنا من قرقوش ومن هاي الجهه وتصادموا ولا تضرب ناس. جت 5 منهم وطعن 2 ثاني نهار واحد مات ما ظل عنده اعتاد
واشتل والله صايم مصلك ست ولد وبنيه. منو هذا ابنه؟ هذا ابنه. تعال بابا. اي والله ابوك بطل. ابوك اي والله بطل. ادري. اصعد هنا وسولف لي والله. اصعد هنا اصعد على السلامه وسولف لي. اصعد اصعد. شلون كان ابوك بطل؟ والله بطل اسبع منهم. قاتل الدواعش؟ ايه قتل منهم هواي؟ ايه ايه كثير. يابا تندف نور يقولون اذانه. يقول لا اذانه. القى حوبك شلون؟ تاكل الشليب تقبله هيجي؟ ذولا كفار لو اسلام. يقولون دوله اسلاميه. يقول حيشك ابوهم هاي دوله كفار. هاي دوله اسلاميه ولا كفار يا وليدي؟ زفت هذا مو كفار. ولا راتب عنده ولا كل شيء. لا جداره لا تلفزيون نقدر نعلج. ليش؟ لا موبايل الخي يقول لك قطع راسه. اري خبر يقول لك قطع راسه. تخبرون على الجيش؟ لا تلتقون مع الجيش علينا تيجونا. ممنوع تخبرون. يقول احنا نعرفك نعرفك انت نعرفك مهان البطل. قلت له انا هم اعرفك اقعد راحه عادي انا اقعد عيب عليك. انا حرمه كبيره يمكن اشتلام ادري انهزم. هذا هذا ابو حسن ابن دعيمان. ايه الكلب ابن الكلب حيشاكه. وين ابو حسن ابن دعيمان وينه؟ ما اعرف اشتراه هو. ما اعرف اشتراه ما ادري انهزم والله ما اعرف عنه شيء. هذولا ما جاي يعملون العاش. شنو هاي دوله اسلاميه؟ هذول دوله كفار. بس اشوف مهوس ومخربط محلك. هاد دواعش فلا اسلام. اسلام ذولا لو سفله شاك واحد من حرب صار وياهم. شاك واحد بريء يجون عليه. يعني قصدكم من المنطقه صار وياهم؟ اكو هي من المنطقه كثير من المنطقه. والله مو الكفار. والله مو الكفار اشرف منهم. الكفار مو ذولا يهود انت ياهم يسمون انت ياهم يقول كافر. اشرف منهم. اذوني جوعوني يعني خاصة على المنتسبين. خاصة على المنتسبين الشرطة والجيش. عوف الجقارة وعوف الإزار. هذا اللي ما يخالف السيطات بس أسروا العالم. يعني اليهودي ما سوى بالناس. أباك صرنا يوما من جناح الدنيا. والله تبهدلنا. صرنا 250 ما عدنا. أخوة ثلاثة والله العظيم زتوهم بجي يابة ندفنهم. ذول لا مرتدين ذولا. وين حطوهم؟ زتوهم هناك. وين المقبرة مال الصلاحية؟ يابا خطية بس تدفنوهم. لا ذول شلون تدفنهم مرتدين؟ عندي 2 شهداء. واحد عدمو قدامي. من عدمه؟ عدمو ذول السفلة هم داعش. ذول دولة السفلة عدمو قدام وشلتو. عدمو قدام أطفاله وخذوا بيته. الشرطة من يروح شهيد يزفون زفة. بس هم جثتهم بنار جهنم غادي. ليلة عيد معيدين. حتى يوم نقول الحمد لله على السلامة نقول كل عام انتم بخير. هاي نسيناها لحايا مدري شنو. الناس جتلها الجوع قامت تشتري شربة ابو 2 وربع وتطرد بيت التقدى والتعشى. أجول والعالم من الصلاحية. هاي كل القرى جابوها كلها بحاوصها. دواعش يجمعون كل هالمخضر يخلوهم هنا. جابوهم هنا بهذه سووا مسقف حتى ياخذوا منهم فلوس. يعني ما كسر واحد يفتح بغير مكان او هذا يجون هنا حتى ياخذوا منهم فلوس. ما حد يقدر يحكي. اللي يحكي يعدمون هو عائلته. ترى هذا مجانا اخذوا له من هاي. هم يفتحون تقول دكاكين الخلف. يمشي على عكازه كان يقف هنا يفوت بيت يهددنا بالقتل. يهدد ولادي. لا حول ولا قوة. دمر كل الصلاحية. كل الصلاحية دمر. أبو العود دمر. كل شرطة أجتلهم. هذا هو دمر. هدد كل. غبيت ولادي 2 هم. هدد ولدك هذا؟ ها؟ هدد ولدك هذا أبو العود؟ هو هدد ولدي. رجعلي من هذول الأجانب. دمرنا أخذ كل الشرطة. عمي همنا ذاك النهار كوماشو. بتشسع البندقية على راسه. أقسم بالله سعنا حتى ندار نلحزو. هو مريض. عمي أنا استووا بالعالم بهدلوا العالم وياخذون منهم فلوس
وبهدلونا وفطسونا من الجوع وعوايننا تنطرت ما نعرف عنها كل شيء. على زار يقصونه، على اللحية يجلدونه، موتونه الجقارة ما يقبلون أحد يدخنها. انتظر أخويا أسا جو اثنين من القوات البطلة، ولدي اثنين جو وأسا أخويا الآخر بالرد السريع بعد ما طبنا منتظره. خالي ثلاث مرات أخذوه يجلدونه، يجي علينا ما نعرف شكله، مزينه مزينينه وتشوت اللي يقتلونه غير خلاص. عمو الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله ما شو واعش ما اشوف خير منهم. الحمد لله على سلامتكم. حجي الحمد لله على السلامة. هذه المرأة الكبيرة كيف أتناول قصتها؟ وفق أي مدرسة أو أسلوب؟ فلا الموجة الفرنسية ولا الواقعية الإيطالية وحتى سينما الدوغما تنفع معها. حكايتها، خوفها الماضي ما زال يتحدث نيابة عنها. سولفينا شو الموضوع الدواعش شلون كانوا؟ والله شو مدريني هم هيجي. شو وضعيتهم؟ العالم كلها صارت هيجي. إيه؟ إيه ناس كلها صارت هيجي. يعني الناس صارت ويا داعش؟ ها؟ الناس اللي صاروا ويا داعش؟ صاروا وياه، همينا اكو جباري يجبروهم. يقول لك تصير ويانا تصير ما تصير نقتلك، ويقتلوه فعلا اللي يريدوه. ما تقدرون يخلصون منه. يقتلوه؟ اي والله يقتلوه، والله يقتلوه بنص السوق ويقطعون راسه. يقطعون راسه؟ يقطعون راسه؟ ليش؟ ليش؟ ليش ما يصير وياهم؟ لازم يصير وياهم. وصاروا وياهم هواي هنا بالمنطقة، قصدي هسه بالمنطقة هنا. صاروا هواي بالمنطقة؟ صاروا والله. ايش قد صاروا وياهم؟ والله ما ادري. والله هواي صاروا، الا الشباب يضحكون عليهم. ينطوهم ويطولون شعرهم، ينطوهم مسدس وينطوهم فلوس. ها اللي يصير وياهم ينطوه مسدس؟ ايه مسدس ورشاشة وماطور، ينطوهم للصغار مثل هذا يضحكون عليهم. هذا ما صار وياهم، ما خليته اني. خفت عليه حجية؟ خفت عليه؟ بلش خفت عليه؟ شلون بالله ما خاف؟ انا حتى اذا طفل صغير كله تقبل اني ما اروح، انا اضل على الطبة لاعب كرة قدم اني. ها لاعب ما كرة قدم؟ ايه بيا نادي؟ هنا بحمام علي. حمام علي يلعب ويا فرقتنا يعني. كاسين. الدنيا هيش الدنيا مثل الميشار تأخذ وتمطي. خاف والله. اي الحمد لله ضايق. تخافي من حجي؟ خاف من هالدنيا هذه. لا خلصت حجي ان شاء الله. ان شاء الله خلصت. خلصت خلصت ان شاء الله. ان شاء الله خلصت. انا سمعت ولدك بالموصل. ولدك اخذوهم الدواعش؟ ايه. وين اخذوهم؟ اثنين. وين اخذوهم؟ والله ما ادري. ما اعرف. ها؟ واحد مكتوب بالموصل. عمتي شلوها الدواعش؟ بنتي شلوها الدواعش. يقولون ورا ما تشتغلوا خبرونا بموبايلها. يابا انتم منو؟ قالوا احنا تتنى بنتكم تشتغل مع الجيش، تودي لهم اخبار وتجيب لهم اخبار. اخذوا الدواعش وياهم. شهر وما عجبتني. اشوفهم يعني ليها ظلم. بس شهر اشتغلوا وياهم بس شهر واحد؟ اي. شهر واحد؟ شهر وبطلوا نزل. شال من هنا وراح نزل. وملاحقيه هسه هم قبل ما جاء الولد اخذوا من هذا ملاحقيه ذوك يريدون يقتلوه. أمينة يقولوا له شلون بطلت ونزل.
جاكم الجيش وشاقوني يقول اطلعوا اطلعوا، وطلعني قدامهم. لا تعملوا الماي حشير شمع على شتل، الماي يطلع من البيت يهاجر يقتلونه. جابونا قوة على الحمام، وجينا بالحمام ضلينا 12 يوم وجو هججونا، وقاموا الجيش ولبسوا هدوم نسوان. والله شوف عيني، لبسوا هدوم نسوان وبطانيات ونزموا. جابونا على النعناع، طلعونا من النعناع جابونا على المنيرة، طلعونا من المريعة على الحمام، طلعونا من الحمام على حاول مع الحمام، وشفنا أهلنا. الثور المجنح لديه قصة أيضا، حاله حال أهالي حمام العليل. الله يساعدك. حياك. قديش الموز؟ 1000 ونص. تعال لنا بالله. ما كنت يا خسر يا عمر. هذا الألف. هاي الألف. وهذا النص. هاي النص. هاي عمي، هاي داعش ما يمشيها. ليش؟ هاي يقول بها صنم، يقول حرام. وين الصنم؟ هاي هذا الصنم. ما ياخذونه؟ ما ياخذونه، يقول حرام. ما ياخذ، ما ياخذه منه داعش هذه. بس الأرباعه. الأرباعه ما بيها صنم؟ الأرباعه يقول ما بيها تمشي. هذه ما هذا الصنم وين صار؟ هذه هذه يقول، هذه ما تمشي يقول. وجدنا بعض ملابس الدواعش مرمية على الأرض تاركينها وهاربين، من ثم أرشدنا أحد الأطفال على سيارة لعصابات داعش، وجدنا فيها قصاصات ورقية كتب عليها معلومات خاصة بهم. كانت هنا نبيها. باوي عندك مثلا محمد عدنان ابراهيم، احمد عدنان ابراهيم، عبد الخالق عدنان ابراهيم، تاركينه قبل الفتح، يعني قبل الدخول للدوله الاسلاميه. سلام. شلون تاركينه قبل؟ قبل الفتح، يعني قبل الدخول للدوله الاسلاميه. داعش هذول شبيهم هذول؟ تاركين الخدمه، كانوا منتسبين. ها هذول اسماء الدواعش. بعد ايش لقينا هنا؟ واو، عندك هذا عندهم كاتبين محتقل بالأمنية منذ 22 يوم. والله خلينا مهندس ما أعرف شنو، نايف أحمد بتكليف أبو عبد الله زكار. شنو هذا يعني؟ معتقل بالأمنية، هم محتقلين يعني. وصلنا عليه هذا؟ أي بتكليف أبو عبد الله هذا. واو له بالخروج على موعده بالذهاب إلى ولاية 2 نواحي لتحديد حصة ولاية دجلة من الكهرباء. هذا منو هذا؟ أبو عائش مال دواعش، بس شنو أرقام تركية. باو عبد الرحمن تركي، هذا رقم تليفون. هذا الطاجيكي، هذا الطاجيكي سولفوا عليه المنطقة هنا. شنو من التقي به؟ هذا الطاجيكي هو هنا الكل بالكل، هو اللي يفتي، هو اللي يقتل، هو اللي يطفى تاوي، كلها بيد هذا الطاجيكي. وهم هم شايفين الطاجيكي هذا. هاي السيارة مالت من؟ مالت القاضي أبو عائشة. يا قاضي؟ مال قاضي أنا، مش هم بالحمام يقول أنا القاضي، يدعي نفسي إنه قاضي. قاضي مال من؟ مال الدواعش غير. زين، وهذا الطاجيكي شنو الطاجيكي؟ خلينا اسمه الطاجيكي بالسيارة. كاني هو هم بالحمام ساكن هون. من وين؟ هو هذا الطاجيكي يسمونه أجنبي هذا. أجنبي؟ إيه أجنبي. ويا من؟ إيه ها؟ ويا من؟ هو ويا الدواعش. شنو شغلته هذا؟ كان يقتلون بالشرطي وبالمدني، ما خلص.
لا صدق. ايوه ليش؟ هذا يقول لك احنا الدين هذا مالنا. الدين مالهم قتل؟ ايوه هم دين مالهم. زين وطاجيكي جاب هنا طاجيكي؟ غير هم جابوه من اهل المنطقة. اهل المنطقة؟ ايوه هم المنطقة دواعش المنطقة اللي جابوه. جابوه هنا؟ اي جابوه هنا. والله وش مدري بالمنطقة وش معرفه بالمنطقة. زين انت برايك اكو وايد دواعش من المنطقة هنا؟ راحوا شردة. شردة وين؟ شردة وراحوا باتجاه الموصل هيش. التقينا بشيخ أحد الجوامع الذي كان متخوفاً في بادي الأمر ومضطرباً في حديثه معنا، لكن بعد أن أطمأن على أننا هنا لنقل الحقيقة استرسل في حديثه بشكل مختصر. سلام عليكم. أهلاً حجينا. شلونك؟ شلونكم يا أخي؟ شخبارك؟ هلا شلون حجي؟ يمي حجي شوي الله يخليك. مو شوية ما يخالف. أنا خادمك. أنا هنا بهذا الجامع إمام مو مؤذن. إمام يا جامع؟ الوارث. شنو الدولة الإسلامية؟ شنو شارت هنا؟ والله أنا بالنسبة لي ما أدري يعني. والله أنا مو خطيب. نعم أنا مو خطيب، مجرد إمام يعني. بس مسيطرين كانوا على الجامع على هذا. إيه. شو يقولهم؟ مقاوم. مو إمام عادي. إيه متواضع. إيه. لا يعني جهد في سبيل الله. إيه جهدوا من؟ جهدون ال جماعة الجيش والشرطة. الحمد لله والشكر. الحمد لله نتمنى الاستقرار والنجاح الدائم. ان شاء الله بارك الله فيك. زين هسه جو الجيش والشرطه ايش سووا لك؟ والله ما سووا لنا شيء. ما شاء الله الخير ودا يوزعون مواد والناس فرحانه بدها تمشي الحمد لله. هم خلافه على منهاج النبوه؟ طبعا هو التصريح يعني خلافه على منهاج النبوه للدوله الاسلاميه. زين شنو احكامهم؟ شو تقول احكامهم الاسلاميه؟ والله خالي ما احتك فيهم، ذول يريد واحد يناقش ما ناقشهم. حتون على الجهاد؟ نعم. شلون انواع الجهاد؟ والجهاد يعني معروف يعني يا رجل. قبلها من بديت الجمعة تدري احنا لازم نصلي جماعي. ايه ما لنا شغل، يطلع على المنبر يخطب يحكي يصلي يمنا. اخر خطبة سمعت ايش قالوا؟ والله ما ادري ناسي انسى. والنساء اللي الايزيديات اللي اخذوهن نوع من انواع الجهاد؟ لا والله هذا ما اعرف عنه شيء، لان انا مو فقيه بالدين يعني. مو فقيه؟ ايه نعم نعم. شو مو فقيه بالدين؟ انت مو امام جمعة. دعواتهم المن للدولة الاسلامية يدعون حجي او يدعون؟ حج هذا الدعاء مفروض يعني على الإمام وعلى المؤذن. شنو هذا؟ شنو الدعاء المفروض؟ شان دعاء تدعي إنه تدعي بال النصر وال من النصر؟ النصر للجماعة داعش. قصدت الأطفال فهم أصدقوا في نقل الأحداث، فكان حديثهم عن الأحداث التي وقعت خلال فترة سيطرة داعش على المدينة قد تكون أغرب من الخيال. كنت من المدرسة؟ أنا من المدرسة. كنت رقم من المدرسة أو أنت بطلت؟ لا أم رقم المدرسة. ليش؟ ما أقبل المدرسات هناك وما بطلت ما خلوها دارون بيعون وهاي نطلون بعد قاموا عفوا المدرسة. يقولوا يلا على الجامعة إذا ما تروحون على الجامعة تجلدون. كانوا يتكبرون، كانوا الشرطة ممكن تجمعونهم. الحد أنا أتذكر على المكتب أنت كافر، أنت ما مسويته، هم تحكمون شلون ما يقول أنت روح النار أنت تعال على الجنة. أنا تأخرت في يوم وتشتلوني. ولزين اللي حيتي يقولوا هذا علي كافر، يريد المرتدين. مدرسين يشلوا مدرس من المواصل.
شالوه وزتوش له مدرستنا والله دمروا. يقول ابو زايد ابو تين كم هذا يبهدلونه والله. حريم اذا جن واذا ما مخلع على وجهها شال يجلدونها. الحرمه اللي مسكه ما لابسه خمار او ولا يرجع يقولون طالع لابسه لا كامل يرجع. ايه عم القرامه وجلد جلدون ايه جلدون. اللي زي لعيته قرامه 75,000 وياخذ الهويه. يجون يجون على ابويا قلبه على الجيران وهذا يوم قلبه ابويا كان فوق السطح فاتوا عليه وهاي ابويا قبل قلبه وطلع برا. وكثير شغلات ما يوفرون لنا يا كرشي. المدرسه كانوا حتى انسدت من وراهم منعونا اياها. المدارس والله منعوها شنو؟ نجحك من صف الى صف. اذا ساقط انت اذا ساقط بالمدرسه يحولك على غير صف. مثل من الخامس حولك على اول ثانوي. كانوا مدمرين الدمر، كانوا اللي يدخن سيجار يحاسبون ياخذونه ما يخلونه. مره بليل من كان بكم والله صادق بكم ويدخن ويسكن لازم احد يبون. اذا يمسكون عند واحد يبيع سيجار خمس زتون على وجه زتون مثل او يشعلونه يشربونه هم. هذا مو طلعون هالجراني قاموا يسكنون بالبيوت. من الجيش وصل طلعوا تضربون الجيش وقتلوه. قتلوني والله بالواير. السجن كانوا يجبرون اذا ما يطلع يقولوا لازم تتطوع حتى تطلع. هسه لا اعرف اقرا ولا اكتب. بطلوني من بطلت يعني من الثالث ما ادري من الثاني والله ما نسيت حتى ما خلونا حتى فكر ما خلونا. غادرنا المدينة وفي جعبتنا مئات القصص حفرت في ذاكرتنا ولن تنسى أبداً.